حكاية الليلة العكس تماما نتاع دوك الآباء اللي شفنا هاد الأيام قاسيين وما عندهمش حس المسؤولية وما عندهم حتى الكبدة. حكاية الليلة ذكر ناقصو حس الرجولة، غادي يدير واحد الخطوة للأمام اللي ما كانش مستعد لها، اللي فيها غادي يأدي قلب أنثى اللي وقفاتو على رجليه، ولكن نهار حس بجنيباتو كيف تيقولوا هاشنو غادي يوقع. ولكن غير هو في نهايه المطاف مع تيقول لك انه النيه وقلت النيه ما كيتلاقاوش. فمولانا كان مخبي لصاحبه الحكايه شي حاجه اللي هي زوينه من مور هاد القصه كلها. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هنيئه، احوالكم طيبه، المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد. قبل ما ندخلوا في حلقه الليله فضلا وليس امرا، نضغطوا على زر الاعجاب تحت ما يكلفكم حتى مجهود، ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا عابر، البنت الوحيده اللي عند والديا، عشت وسط اسره الحمد لله سليمه وبعيده على المشاكل. بابا وماما تزوجوا عن حب، وفاش عشنا معهم كنا تنحسوا بداك الشعور. عموما ما كانش عندي مشكل مع والديا، انا مصاحبه مع ماما، كنخرجوا كنتعاودوا وما دايرينش بعضياتنا الحدود. كنت نقدر نعاود لها اي حاجه كنحس بها ولا اي حاجه انا فيها بلا ما نكون متردده ولا حتى خايفه. اما عن بابا فهو احسن حاجه في حياتي، والله وحده هو اللي عالم شحال تنبغيه. بابا انا وياه مصاحبين، وكان ضروري كيعطيني واحد النهار في الاسبوع تيعطي لي انا بوحدي اللي فيه تيخرجني، كيديني نديرو قهوه، كياخذ لي اللي بغيت، وبطبيعه الحال على قدر المستطاع ديالو. كان تيدير معايا هذه القضيه هو تيقول لي باش عمر ما تكون عندك فرصه او لا فراغ عاطفي اللي تبغي تعمريه بشي مجهول او لا تقلبي على داك الاحساس في شخص واحد اخر. الحمد لله انا وصربيت والديا خلاتني انني نتحجب في واحد السن اللي هو صغير، بالضبط فاش كنت نقرا في الخامس ابتدائي، وهذا الشيء كامل كان عن طيب خاطر انا اللي بغيت. وبقيت بشويه بشويه كنطور في الحجاب ديالي حتى ولا كما ينبغي ولله الحمد. بابا ماشي موظف، خدام واحد الخدمه اللي هي حره، لما كانت الدعوه زاهيه والامور مقاده غادي يشري لنا دار كبيره وزوينه، عشنا مع عيشه اللي فيها تحيد من راسه وكيعطي لينا. اما عني انا كنت واحد الانسانه اللي هي معتمده على راسي، ومصروفي اللي تعطوني مره مره والديا كنت ندير به شحال من حاجه لراسي باش ما نزيرهمش. غادي نقرا في مدرسه خاصه من نهار عقلت على راسي حتى التاسعه اعدادي، ومن بعد فاش وصلت للسانكيام مشيت لمدرسه عموميه وشديت الباك ديالي بمونسيون تري بيان، وكان الحلم ديالي انني ندير الطب، وكانت النقطه ديالي كتخول لي انني ندير هذه الجامعه. ولكن الظروف او بالاحرى كنت نقول في بلاص ما نمشي انني نكري في المدينه اللي فيها هذه الجامعه، حيت حنا كنعيشوا في مدينه صغيره، ونمشي لمدينه واحده اخرى اللي هي كبيره زائد المصروف ديالي الشهري، كنت على يقين باللي انه غادي نقش دارنا وبزاف. داكشي علاش اختاريت انني نبقى في نفس الشعبه ولكن ماشي داكشي اللي بغيت فيها بالضبط. المهم بديت القرايه، وهنا فين غادي تبدا حكايتي. لما دخلت لهاد المدرسه عهدت راسي باش انني بلي انني غادي ناخذ ليسونس بروفيسيونيل ديالي بلا عمر ما يكون عندي شي راتراباج، ولا عمري ما تكون عندي شي نقطه اللي ماشي حتى لها. والحمد لله بديت العام الاول، والعام الاول كنا كنبداو فيه ستاج في الدوره الثانيه. داز العام الاول وفاليديت كاع الموديول ديالي وحتى ستاج حتى هو، تنحمد الله وتنشكرو. انا ماشي تنشكر راسي، ولكن انا كنت واحد الانسانه اللي مفلوسي اللي تيعطوني والديا اذا شي حد مريض او لا تيحتاج شي دواء كنت انا اللي كنشريه ليه من عندي، او لا كنزيد شي سوايع فوق من السوايع اذا دعات الضروره على قبل شي مريض. كنت كنستغل قرايتي اللي غادي تكون خدمتي في انني ندير الاجر. هذا الشيء كله كنت كنديرو عن حب، وكنت كندير حاجات وحده اخرين واخا ماشي خدمتي. تنقول انه ربي عطاني فرصه باش انني ندير خير في واحد الشخص اللي هو غالبا متخلى عليه او لا ما عندوش عائله او لا ما عندوش حتى الاولاد. المهم غادي يوصل العام الثاني، وفي الدوره الثالثه كانوا هنا غادي يبداو واحد النظرات ديال الاعجاب ما بيني وما بين واحد الشاب اللي كان تيقرا معايا في نفس المدرسه واللي كان هو فايتني بعام. با هو اللي كان مدير ديك المدرسه، ما عرفش كيفاش جابت الفرصه حتى بدينا كنهضروا على قبل الامتحانات والدروس، علما انني كنت انسانه منعزله وما تنكثرش الهضره وما كنهضرش اصلا مع الذكور. المهم من بعد غادي يتواصل معايا هذا الشاب في انستغرام، وغادي يبدا يصيفط لي من تما الدروس، ومن تما بدينا كنهضروا، ومن تما بداو الاحاسيس والمشاعر ما بيناتنا. كنت قلت لكم بلي انه انا والاب ديالي حنا صحاب، وهذا لا يعني بلي انه منفتح، فكان متحفظ. وحتى انا تربيت بنفس القضيه، يعني ما كنتش نقدر نخرج نتلاقى معاه في مكان اللي هو عمومي، لانه الاب ديالي كان معروف في مدينتنا اللي كانت صغيره. الوسيله الوحيده ديال التواصل ما بيناتنا هي التليفون. فهاد الوقيته كان هو في السنه ديالو الاخيره،
ونفس السنة الثانية ديالي، عمرو ما فرض عليا أننا نتلاقاو. من تحت دارنا كانت حدانا واحد الحجرة كبيرة وبالضبط من تحت بيتي، وكانت عاطية الويفي، كان تيجي كيجلس في ديك الحجرة اللي كانت من تحت بيتي كيف قلت لكم، وكان بقاو كنهضروا وكيعاود ليا. غادي يقول لي بلي انه ورغم ان باه ميسور وعنده الفلوس وحتى اللي ام ديالو عندها الصالير حيت خدامه، الا انه باه كان شويه قاصح وفلوس امه كاملها كان باه اللي كياخذها. هو كان مولوع بداكشي ديال الانفورماتيك، فكان تيدبر على راسو براسو. فهاد الوقيته اللي كنا فيها مجموعين كانوا بزاف ديال الاحاسيس. ديك الوقت كنت نحماق عليه بمعنى الكلمه. فهاد الوقت كنت بحال شي ام مع البيبي ديالها، ما كانش يمكن ليا نعس وهو خارج الدار، ولا ما يمكنش ليا نعس وهو ما جاوبنيش، وهو كان شي مرات كيدي غير النعاس وتيبقاو كيوصلوا الميساجات ديالي وما تيفيقش، وانا ما كانش يمكن ليا نعس حتى نشوفو جاوبني. كنت كنفيق الصباح وبالليل ما نعس تندوي معاه، كنت ومع انا ذاك كانت كضرو معدتو، كنت كنصاوب ليه شي خلطه ديال العرب بالعشوب اللي حتى كتفوتو المعده. كان بابا تيعطيني واحد الصريف باش انني نفطر الصباح من غير التدويره ديال الشهر، وكنت ما كنشريش الفطور واخا كيجيني الجوع، كنت كنخبعهم وكنجمعهم باش نشري ليه مره مره الهدايا. ما كنتش كنشوف شي انسان من غيره، وكنت نقول اصلا بلي هو اللي كاين وشي حاجه اللي هي ما يمكنش. المهم سالينا العام وسالات القرايه، وكنا مفاهمين انا وياه باش انه بزوج نفكروا نعيشوا بواحد الصالير ديال واحد فينا لما نخدمه، ونخبيو صالير واحد اخر باش نديروا به مستقبلنا، ولكن غادي يسهل عليه الله وغادي يلقى خدمه حسن من هذيك اللي كان دافع عليها، وبدا كياخذ الصالير مضروب في ثلاثه. سهل عليه الله، ولكن قبل ما يخدم كان دافع للماستر باش انه يكملوا ديك الوقيته اللي كانت يوجد ليه، ديك الوقيته اللي كان كيحضر فيها باش يعطوه ليه. كنت انا كنعاونو نفسيا وكنت نعاونو حتى ماديا هادشي قبل ما يلقى خدمه، وكان موعدني باش انه من بعد ان شاء الله غادي يعوضني. واحد النهار بقى عاقله جا لديك الحجره اللي متحت دارنا وبدا تيبكي، حيت طلب من باه واحد المبلغ اللي هو صغير بزاف، وقال لي بلي انه ما عنديش، علما انه كان تيشوف فلوس غير محطوطه وكان تيعايرو بهضره قاصحه، وانا كنت كنلعب دور الاب والام والصديقه اللي كتسمع وخاصها تلقى الحلول، ولكن كانوا مشاعر اللي هما متبادلين، هو تيبغيني وانا تنبغيه. واحد النهار تناقشنا واحد النقاش اللي كان بسيط، طلع ليا الدم وقلت ليه انا ما ربطني به والو من غير هاد النمره اللي كنتكلم معاك فيها، غادي نحيدها ونهني راسي. والله العظيم اذا بدا تيبكي عليا وحنا عليا باش نسمح ليه. انا ذاك كنت كنشوفه غير بالتخبيه من مورا دارنا، خايفه ومخزونه وواحد الحاله اللي ما كنتش راضيه عليها. عيطوا عليه من بعد باش انه يخدم، وهنا بديت نقول يا ربي شنو غادي ندير وشنو غادي نعطي ليه يدي معاه، خصوصا انه كان خصو يكري وكان في مدينه واحده اخرى. غادي نفكر في كاع ما هو اساسي، غادي ناخذ لواحد الباليزه اللي كانت كبيره فيها كاع التفاصيل ديال النظافه مع شي حليوات اللي قديتهم ليه بيدي، وخديت اجنده صغيره وكتبت فيها شي كلام زوين باش يبقى يتفكرني. انا ذاك كنا كملنا عام، مشاكره دويره وكان تيوريها ليا في ابل فيديو على اساس هنا فين غادي نسكنوا، في دار اللي كانت على قد الحال، ولكن انا ما كانش تيهمني، كان كيهمني غير اننا نجمعوا. داز الوقت وبدا كيتخلص وبداو كيدخلوا الفلوس اللي كانوا صحاح، والوعود بشويه بشويه ولات كتلاشى. با ولا كيقول ليه تيري الفلوس وارحتهم عندي نخبيهم ليك، حتى اذا احتاج فينا شي حد شي حاجه يهزها باش يقضي. تخيلوا معايا كان تيخرج الصالير على قدو وكيحطو في الدباه، وهو اللي كان كيتحكم ليه فيه، تيعطيه شحال انه يخسر، واذا فات هذاك المونطون ولا داك القد تيقول بلي انني خاصني نتسلف باش ما يمشيش عنده ويقول ليه عطيني، ويقول ليه لا انت راه ما كتعرفش توفر. ماشي مشكل، هاد الوقت واحد ولد العائله مشى غادي يهضر مع ماما بغيني الزواج، قلتها ليه وهنا فين قال لي غادي نديروا الخطوه. يلا بسم الله، دوا مع باه اللي دوا مع بابا، ولقاو بلي انهم كيعرفوا بعضياتهم لمده 9 سنين، غادي يجيو للدار رسميا، وما كانوش ناس نتاع براد اتاي وحلوه ولكن ديال اللحم والحليب والتمر، غايجيو كبرنا بهم. وكنت في قمه الفرحه ديالي كيف تيقولوا فوق فيك لواحد الدرجه صعيبه انكم تخيلوها. ديك الساعه كانت داز عام وشهر على العلاقه ديالنا، العائله تناقشوا على الهدايا وعلى التفاصيل شنو غادي يجيب من هنا لقدام، وابتداء من هذا النهار هزيتي راجل حطيتي راجل. كان تيقول لي غادي ناخذ لك الخاتم نتاع الديامو، واخا ما تيهمنيش صراحه لانه داكشي تيبقى غير مظهر، ولكن غير تنحطكم في الصوره نتاع كيفاش هو غادي يتبدل. كان تيبقى عليا غادي ناخذ هادي وهادي وهادي، غير والدي جاو لدارنا
ولا كيقول لي خاتم ديال الذهب ديال الزواج، وانا ما غاديش نجيب لك الهدايا ولا الطيافر ولا حتى الدقيقيه. وانا ذاك يلا قلت بسم الله، يلا في العشرينيات ولا غير 19 العام، وبحال اي بنت حتى انا كنحلم بالتفاصيل تاع اشنو جايب. وليني بقيت كنقول ماشي مشكل ماشي مشكل، وتنازلت وغادي ندير العقد ديالي. وتما تزادوا المشاكل، غادي يخرجوا امتحانات ديال الخدامي اللي خاصني ندفع ليهم، وخصوصا في البلاصه اللي هو فيها. ولكن قال لي لا، غادي تخدمي فين ساكنين والديا وتسكني معاهم. او كيفاش؟ ما كناش مفاهمين على هذا الشيء. قلنا غادي نجي نسكن معاك في نفس المدينه، ماشي انا نسكن مع والديك. قال لي المراه الا لا راه كتبع كلام راجلها، وهاد الهضره قلتها، ولكن فاش كنا غادي نوصل للصح غادي تبعيني، وفين ما قلت لك تعيشي غادي تعيشي بلا ما تزيدي معايا هضره. نسيت ما قلت لكم بلي انا فاش تزوجنا عطاني صداقي وقال لي سلفيني منه، حيت ما كانش قانع بديك 10000 درهم اللي عطاني، علما انه هو ماشي مخصوص والصالير ديالو يعيشك ماشي غير متمزيان، ولكن غادي تعيشي بيه كمزوجه وعندك الاولاد وولادك تيقراو ومزيان. وحاجه واحده اخرى، فاش قال لي ما غاديش نفوت لك خاتم، كان دوات مع ماما وقال ليها انا لالا راني عطيها 10000 درهم في صداق، هي دابا كتطلب ليا في كثر. غتقول ليه ماما وولدي الله يرضي عليك، علاش هذا الشيء؟ واخا غير براسلي، ماشي حيتاش هي ماديه، ولكن حيتاش هذا الشيء كيدار من زمان. هنا غادي يتزادوا المشاكل بزاف، وكنا كنتلاقاو مره ماشي ديما، تنجلسوا في شي بلاصه. وعلى ذكر هذا الشيء باقا كنعقل، واحد النهار غادي نخرج انا وياه ويلا كنشد الخلصه ديالو، غادي يديني لواحد الحيط جلسني عليه وخذ ليا كانيطه ديال الموناضه وواحد البكيه ديال الشيبس. تخيلوا معايا، ونزيدكم انه انا ذاك ما كنتش خدامه، وباقا عاقله فاش انه غادي يجينا الجوع مشينا ناكلو، وانا اللي غادي نخلص الله يخليكم غادي نخلص ديك البيتزا، علما انه واخا درنا العقد وكل واحد في دارهم ما كان كيعطيني درهم هي التاليه. واحد النهار باقا كنعقل، كان العرس نتاع صاحبتي المقربه ودايره العيالات بوحدهم، هو ما خلانيش نمشي، غير سولني بابا مالك مالك يطلع عليك الدم راك ما عجبتينيش. قلت ليه لا راه فلان ما خلانيش نمشي للعرس، وراه قال لي غادي تبقاي مع والديا. بابا تصدم وقال لي انا غادي ندوي معاه. قال لي شوف اولدي، اللي غادي يدوي معاك دابا صاحبك وماشي نسيبك. تيقول لك المثال الله يعطيك معطى الساكن وحده، تلبس هي اللي بغيتي وتاكل اللي بغيتي ودير اللي بغيتي. قال لي لا راه غير تنضحك مع عمي، بابا غادي يشرح لي بلي هاد البنيته عند من انا غادي نمشي للعرس ديالها، راه كنعرفوها كنعرفوا العائله ديالها. المهم مشيت لذاك العرس وغادي يخرجها مني. الميساجات ما حبسوش، ما تكمليش وتيقول لي ما تكمليش العرس، بقى عليا حتى رجعت في حالي. الجمعه كانت الحفله ديال صاحبتي، الويكاند دوزو عليا حار، حتى نهار الثلاث بدا كيدوي لي على السكنه وبلي باغي يمشي ياخذ كريدي من البنكه وباغي يشري طوموبيل باش انه يبدا يمشي ويجي بها. والله يهديك يا فلان، ما نبداوش حياتنا بالريبه. المهم دخلنا في متاهات وقلت لي بلي انا وانا دابا راه في الذمه ديالك حيت حنا مزوجين دابا. قال لي سيري لدارنا كلي وشربي تما، وعيب وعار نتسمى انني ما معيشكش. قلت انا ماشي حيوان باغا ناكل، اجي غير كمل شنو بديتي اصلا، اجي خد لي هذه، خد لي خاتمي بلا حشمه بلا حيه. قال لي ماني واخدك بنت القايد، مازال نجيبها دونتيست وباقي نجيبها حتى انجينيور. عيطت لبابا وانا تنبكي، حيتاش انا ذا كنت متاكده اذا قلت لبابا هاد التفاصيل غادي يقول لي النقطه وحبسي، وانا ما كنتش كنفكر بحال هكا، كنت نفكر اننا نصلحوا الامور. قلتها لبا وقال لي بلاتي نتصل بولدي وندوي لك. فعلا دوى ليا ودار معنا اننا نديرو قهوه بثلاثه. جاو هزوني ومشينا لواحد البلاصه، الهضره كاملها اللي قالها با كانت رسائل بالغير المباشر، وانا كنت كنفهمو مزيان، ولكن هو ولده لا، با غادي يصبطني وغير بالفن، انا فهمته وهو ما فهمنيش. قال لي شو فائده اصلا قلتي لي نسكن مع والديك، انا اصلا ما غاديش نخليه. قلت لي عمي انا ما نقدرش نكذب عليه ونقول ليه غادي نسكن، وفاش نوصل للصح نقول ليه غير تنضحك معاك كنت غير كنكذب عليك. من موراها راجلي اللي مازال مسمي عندي غير في الوراق بلي انه الزوج ديالي غادي يوصلني للدار، وقف الطوموبيل وبقات يضرب في الفولون ديالها اللي هي في الاصل الطوموبيل ديال با، وبدا تيغوت انت حقانيه زعما انت ما كتكذبيش، انا غادي نوريك هاد حقانيه شنو هي، بغيتي تسكني مرحبا، ما بغيتيش تلاقينا خوت نتفارقوا خوت. قلت لي شوف فلان، اذا كانت المشكله هي الخدمه انا ما غاديش ندفع الكونكور، انا ما نكذبش عليكم، ما يمكنش قريت وخديت نقاط لهما مزيانين اللي كانوا زوينين بزاف ونجي نجلس، انا غير كنت باغا انا نمشي معاه حتى للاخير غير باش نشوف شنو مازال باقي. عجبته الفكره نتاع انني ما نخدمش، وبقى جالسه حدا والديه. قلت لي حتى امتى؟ قال لي حتى نديروا الفيلا.
زعما صعبه عليا. من نيتك انت ما قدرتي دير حتى شي حاجه، بقات دابا غير الفيلا، ولا عرفتي فلانه شنو غادي نديرو؟ غادي تخدمي وما نتكلها توصل ليا انا، انا اللي نتحكم في لاكارت ديالك. صدمني، بغى يدير ليا بحال كيدير باه مع امو. هاد الايام اللي درنا العقد ما وقع حتى شي حاجه ما بيناتنا، انا وكنا مزوجين غير على الوراق. انا كنت ليه الام والصديقه والحبيبه والاخت، وحتى دور الوالدين لعبتو بزاف ديال المرات. بغيتو كتر من راسي، اه بصح بغيتو كتر من راسي. غادي نهبط من طوموبيلتو حيت ما بقى ما نزيد معاه، وانا كلي ضعف وما مستوعباش شنو واقع ليا. دخلت للدار بان ليا بابا، درت ليه واحد الاشاره نتاع اجل عندي. غادي نعاود ليه كل شيء بالتفاصيل وانا تنبكي. غادي يقول لي واحد الكلمه، شوفي يا بنتي منين وصلتي معاه الكلمه ديال ما نخدمش، واخا هكاك ما رحمكش هاد فلان راه باعك. بابا انا دابا ما بغيت حتى شي حاجه من غير صاحبتي تجي عندي. عيطت ليها وجات في ديك الليله وبكيت عليها حتى عييت، واحتسبت امر الله وطحت كريز. تما بابا دوا مع بابا وقال ليه ها انت بما انه مازال ما خرج عقد الزواج، غادي نديروا الاجراءات اللي خصها الدار باش نساليو هذا الشيء. هو ما مسوقش وما فهادش العالم. بابا مشى عند باه ونض باه، قال بابا فلانه الف واحد يتمناها. قال لي بابا انا ما كنتسناش منك هاد الهضره، هذيك بنتي وانا عارفها شنو كتسوى، ودابا السي فلان راه حرام الرزق ما بيناتنا. تما غادي نديرو باش اننا نتلاقاو نهار الجمعه عند العدول اللي غادي يكتب لينا باش نعرفو شنو غادي نديرو الاجراءات نتاع الطلاق. بابا تيقول ماما عندك عابر توصلني حتى لتما وتقول لي لا انا ما باغاش. النهار اللي غادي ندفع فيه الطلاق هو النهار اللي كنت غادي نشد فيه العقد نتاع الزواج ديالي. تمنيت كون صيفط ليه ميساج ونخوي فيه قلبي ونقول ليه ما نستاهلش هاد الشيء، وبلي بغيتك اكثر من اي حاجه في هاد الدنيا، وبلي ما كنتش كنستاهلك. ضحكتي عليا وشمتيني شهر وانا كنتسنى انه يصيفط ولو غير ميساج يكون حس بعدا غير بشي تأنيب الضمير، والو ولا شي حاجه من هاد القبيل. وصل وقت الجلسه والقاضي فاش شاف الوراق وعيط، كيفاش نتوما يلا تزوجتوا باغيين تطلقوا؟ هو جاي بحال شي واحد مقري، قال لي راني خدام وباقي تنقرا. تنقول ليه في خاطري قول لي بلي راك خدام في ديك البلاصه المعروفه وبلي راك ميسر، ماشي زعما غير كتقرا وما عندكش. مشيت للدار من مورا هاد الجلسه وانا في واحد الحاله النفسيه اللي كانت صعيبه بزاف، حيت جلست واحد الجلسه اللي كانت قدام كلشي، قدام بزاف ديال الناس، وانا عندي 20 سنه. كنت نقول ما يمكنش هادشي صعيب عليا، والناس باقا كتعيط ليا كتبارك ليا، وانا تنقول لهم راني كنطلق. كنت كنصلي وكنسجد وكنبقى كنبكي وتنقول يا ربي يا ربي انا عارفه هادشي ما فيهش خير ليا، وانا ما باغا والو دابا من غير انك تبرد عليا العافيه اللي راني كنحس بها لداخل. وصل اليوم الموعود، خدينا الحكم ديالنا، وتما فين غادي نشوفو الاخير مره؟ شفتو ولكن لا حركه ولا سكون. غادي نسافر وغادي تبدا مرحله واحده اخرى ديال الافتراء، وبلي انا سحاره انا وماما، وش الله هضور اللي تقالت عليا هو وعائلته قالوهم علينا، هضور اللي كانت ثقيله واللي ما كنتش قادة انني نستحملها. غادي نخوي المدينه من جديد باش انني نقدر نوقف على رجلي من جديد وننسى، واخا موقع والو بيناتنا زعما انه بقيت بالشرف ديالي، ولكن خيبات الامل كتكون صعيبه. فاش كيكون شي خبر اللي هو منتشر ماشي سهل انه يداوى، حيت كلشي كيبقى يشوف فيك وتيقول مسكينه، وانت ما كتكونيش محتاجه لديك النظرات ولا حتى ديك الكلمه. من مورا هادشي ولا غادي جاي بالطوموبيل من تحت بيتي قبل ما نسافر، ولا غادي جاي من تحت بيتي بطوموبيلتي. بديت نسول راسي علاش هادشي ما داروش فاش كنت باقا في الدمه ديالو. علاش؟ تخيلوا معايا كان عندي كونكور باش انني نخدم، ولكن جيت فيه الاخيره ديال ليسته ديال الناجحين، وما كانش عندي الحق انني نختار البوست اللي يكون قريب من دارنا، حيت كونكور كان عندي نهار الحد، وانا نهار الخميس كانت عندي الجلسه، يعني كانت قاصحه عليا ما حيتي نركز في مستقبلي ولا في العاطفه ديالي. المهم بديت الخدمه وبديت كنوقف على رجلي. دازت سنوات اللي كانت قليله، واحد الانسان غادي يصيفط لي ميساج اللي كان كيسحب لي بلي انه عنده علاقه بالخدمه ديالي، وغادي نجاوبو عادي. لقيتو كيعرف عليا كلشي، وحتى الماضي ديالي والعمر ديالي وفين جاني التعيين وشكون هو بابا. دويت معاه وقال لي بلي انا باغيك المعقول، وراه كلشي تيقول عليك غير الخير، لا انت ولا عائلتك. لا غد لي مشى عند بابا، وبابا جا هضر معايا، شنو بان لك في هادشي؟ بابا غادي نوض نسول عليه، وحتى حد ما قالها فيه خايبه. هضرت معاه في الماضي ديالي وحطينا النقط على الحروف ودرنا العقد ديالنا وبديت حياه جديده، والحمد لله انه ربي عوضني بانسان لا علاقه مع الانسان الاول. غيمشي هو اللي غادي يختار ليا الخواتم ديال الزواج، لانه انا ذاك كانت كورونا، وقال لي شوفي اللي بغيتي. وفاش درنا العقد نتاع الزواج خرجنا بزوج غادي نشريو الذهب. باقا عقله اختاريت واحد لونسومبل وغادي ياخذ ليا وحده اخرى اللي كانت غلا من هذيك اللي اختاريته بزاف، ما نقصني حتى شي حاجه. كلف راسو
وشراني بالغالي، عكس تماما ديال داك الانسان الاول. حنا اليوم 4 سنين باش حنا مزوجين وحملت وعندي بيبي ديالي اللي عنده عامين، وعوضني به الله في بزاف ديال الحوايج. الحمد لله انه ربي رزقني بزوج من اطيب خلق الله، وكان عزو بزاف لانه كيستاهل. وحتى اذا وقعت نقاشات اللي تيكونوا بساط غير ما بيني وما بين عائلته، حيت هو عمره اصلا ما خلاني ولا خلى يدي ولا طيح بيا لا وسط جماعه ولا ما بيناتنا. من هذه الحكايه بغيت نقول لكم بلي انه اللي تيقهرني هو انه تمنيت لو انه داك الكميه ديال الحب وديك المجهود اللي عطيته داك الشخص اللي كان غير مناسب واللي ما كيستاهلوش نعطيه لراجلي الحالي، حيت هو اللي كيستاهلو، هو اللي كان راجل فعلا وقولا. اما العبره من قصتي هي كالتالي. الميساج اللي بغيت نوصل وسورتو للبنات، بغيت نقول لهم ايفيتيو دي غولاسيون، دي غولاسيون اللي هما زعما واخا يقولوا جو سو سيريوز اكسيتيرا، ما كاينش. لان تقدري تدخلي فواحد لا غولاسيون واللي تكون بصح سيريوز وبصح يكون لامور ريسيبروك، ولكن غادي تعطي فهاد لا غولاسيون كاع لي فور ديالك، كاع لامور، الاهتمام، كاع دوك الحويجات اللي هما زوينين لواحد لا بيرسون اللي تقدر تكون ممكتباش ليك، داكوغ؟ وهادشي غادي ياثر سلبا عليك. وحتى فاش غتلاقاي مع هذيك لا بيرسون اللي مكتبها لك الله سبحانه وتعالى، ملي نتوما مزوجين في السماء قبل ما تكونوا مزوجين في الارض، ديك ساعات غادي تلقاي راسك بحال وليتي كتعاني من الشح في العطاء، داكوغ؟ هادشي علاش ايفيتيو. وسورتو حيتاش بزاف، حيتاش ملي الانسان كيتهرس واخا يعاود يوقف على رجلاته ايتسيتيغا، واخا يكون قوي وبزاف ديال الحوايج، ولكن راه كتبقى ديما واحد الالم، واحد الجرح، واحد البوان نوار كيبقى، اللي فهمتي اللي كيبقى معاه انجوفو، كيبقى معاه توت لافس فهمتي، ويقدر يفقد دوك الحويجات الزوينين اللي من بينهم التسامح ومن بينهم بزاف ديال الحوايج. هذاك الشيء علاش ايفيتي، وهذا الشيء ايفيتي وهذا لانه والله العلي العظيم ما الله سبحانه وتعالى حرمه الا كان هذا الشيء زعما حكمه ما. والله يسهل على كل شيء، ولا سمعتوا الحكايه ميرسي بوكو، واسالكم الدعاء انني انا الحمد لله كنعيش في ترونكيل. الله سبحانه وتعالى العوض ديالو كان زوين بزاف، والكرم ديالو بان في العطاء ديالو، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ولكن واخا هادشي كامل انا بحال بقاو لي سيكيل بقاو دي سيكاتريس، وبقيت عايشه بديك كنقول بقيت عايشه، وانا كل نهار كنقول يا ربي تبين لي العلامه، يا ربي تبين لي العلامه. وشكرا بزاف بزاف بزاف، وكنشكر امي على هاد الفوغ اللي كدير، وميرسي. وهذه كانت حكايتي، وهذه هي كانت حكايه عبير يا ساده الكرام. اذا اعطى ادهش، هذا هو ربي ما تحيد لك واحد الحاجه الا باش يعلمك بها واحد الدرس، ولكن تيعوضك خير اليوم غدا من بعد سنه سنتين 3 سنين 10 سنين، الخير اتي لا محال. فكنتمنى ان تكون نالتي اعجابكم، خليو كلام جميل العبير، دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو بعد ان شاء الله. سلام سلام.